يجوز طبعا هذا القرآن خاص دمشها هذه راح نتا أذيني لا غلط ما غلط أذني العلماء أننا حرام هل وانيتي ذا الرد؟ ألا وفقان الرد ما غالي أنه وش كثقاب قذني العلماء أننا حرام وقانش كذلك ذني العلماء أننا حلال إذن ماشي ذا الرد أو برا ما ذا يتسقسيد أذني ذا لا منطقة غير صحيح قذني الآية ثقار كذا كذا قذني الحديث ثقار كذا كذا خلاف من تقاش كابو شيماء وقانص نعم الرد لكن هذه راح قميني قابو شيماء ذني غير صحيح ما غير صحيح أذني العلماء ننعكس منيني هل وني الدليل هذا الدر وصيغ دنش اني غايك قني قاب ماشي واجب لا يخضى ابو شيماء ما غاخضي اني قاب واجب ان الشيخ من باز الشيخ العثيمين واجب كجي وذ الرد قانص هو الاختلاف العلماء أرخص دليل نس فند الأدلة نس أما غطا حد غاللايف أتصنت ذا بو شيماء ثم تنيد مني قاد نقاق تخليش الأخوات مرمي غاك مرغزي اللايف أحد الجمعات ألا نشو كيس تفقق شي مني ناذني ثم غاد بذا غاد شارح ما غاوة تفق نشي هل شارح نسش الحديث ني غاد صحن الحديث من زيست لا لا غاد سقيو وسوز جيف نجزارغ 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 قمد نزارغ كذلك السيدة وانيتي قارس قذانيتي من ميغات سريس شن حاجت خابو شيمين نك حلال نك حرام يجوز او لا يجوز شنت وراتين قويك الدليل يوارخ دنار خد الدليل شنت وراتين وداك ديويبو الدليل والسقس خد الدليل باش تعرض خد الدليل مش تعرض خابو شيمة اواتين ادلا قذني الشيخ نغني انا كذا فذلك الردود ايث قاد انه وراح الناس قاع مني قاذني غلط تنيك تقن للملاحدة ملاحدة مين تقن شاتن مانيني قزورو وقنش سنق حسين زابو شي ما قنش غاي الشهادة قنش غاي الإجازة قن توا يغري شي قن توا يحفظ شي القرآن مزيان ويغري ويحفظ والقرآن يستدلس الآية يستدلس الحديث ورخاص أرخ من زي استدل لا صاحبي يسر حد مر الإنسان ويغري ويغرق إلى كاب وغاز بولعيد يسر دغيا خاص تعرض قال قصحة تعرض خيش جنة تري غاز شي على العلم وخا والجاهل دغيا خاص تعرض كيج الله يبارك خاص واحد نقطة اثنين ثلاثة إيو ذا نقاد صناثن أمو كيرو خاد صناثن دانيتي ثم تميازن قاو ذا نسرع قر نسن قا ماشي وذا ندا أمو كيرو سنني غي نهار نتخ قضية نبارسا قاو ذا نتميازن إيو ذا نتميازن واخا وغازبو العلم أو يوزيش هذي الطبق ولكن قيمي قزا وراوا الشرح هذا البيان وانيتي قا حسن زي الشرح من قاوين أو البيان وين يقاث إلا غادي يري صاحبه هوا يتبع الهوا غازبو العلاقة نيك الدين أما الإنسان دام سرم عادي يعني نورمال وغازبو العلم قامر متصناف اثنين الأقوال أستاذ السنايا قيس السنة دي ميز ما رو غازبو تابع الهوا أما قضية لا يجوز أتمركذا أقل القرآنيون أولا نخسى غورا غاثنبدل وتغيمشي ذا القرآنيون النكرانيون النكرانيون ينكرون السنة أم القدرية ينكرون القدر إن ذا النكرانيون مشي ذا القرآنيون لأنهم الججان ذا القرآنيون حقيقة أتاف فهما أنه قل القرآن قراكم خزات السنة انتبه السنة تبعم السنة إلى غير ذلك فلذلك إن ذا النكرانيون مشي ذا القرآنيون أما النكرانيون يعني إن كان السنة وانتي قانص كفر باب إنسي قلنا وني كافر يكفى فالقرآنيون إني بين كان السنة إلا السنة اتنسب رعقر نسن وكرج رعقر ينس وسمو داس تقني الناس برعقر أو أنه تخالف شير القرآن لا وذني بو السنة الصحيحة تخالف القرآن وتجي أتحدى شج تديه الحديث صحيح داكس مخالفة القرآن وثجي أبدا ماذا وزماتيري لأن الحديث الصحيح هو وحي والقرآن وحي أورنا بذا ورنا بوزماتيري داكس التناقض جرس أما مرا إفهم إثن تذني التناقض ونرفهم ثين سنتا إفهم ذني التناقض تذني بو التناقض فلذلك من مرئنا أنه لا يجوز تمركز ذاك القرآنيون صحيح ماذا لأنه القرآنيون كفار تمركز ذاك الكافر لا نعم تفضل.